السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس. الوصفه ديالنا اليوم قهوه البارده، غادي نحتاج فيها واحد 3 معالق نسكافي، الحليب، سنيده، هاد الشكلاط بودره، واحد شويه الماء. بسم الله، غادي نبداو. هاد المعالق صغار، نزيد واحد شويه د الماء طيره. نحاول نخلطو، نخلط معاك مزيان. صافي نطلعو القهوة ديالنا بحال هاد الشكل. صافي، دابا راه جات. دابا غادي نحضرو في هاد الكاس، هذا غادي نديرها في التلج. تعمل الحليب، صافي. غادي نجيب هاد، غادي ندير هاد القشدة المحلات، صافي. نجيب هاد الشكلاط، صافي. هنا كندير ليها هاد الشويه بحال هكا، اللي بغى يكثر. هذا هو الشكل ديالو النهائي، كيفاش كيجي؟ كيجي رائع، كيجي غزال. نتمنى تجربوه. الوصفه ديالنا اليوم هي هذه، ديروا لي لايكات وشراكه. الله يجازيكم بخير، وشكرا بزاف. الى وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.